المشروب بتاعنا ايه النهارده؟ عندنا هنعمل مشروب الشوكولاته البيضاء بالتوت. عندي اربع مكونات، مفيش اسهل من كده. عندي شويه توت احمر، شويه من التوت الاسود، عندي شويه من الوايت شوكليت او الشوكولاته البيضاء، واخيرا شويه لبن مسقعهم لاكتر يعني حاجه تقدر عليها قبل ما يبقى هيفرزن مننا على طول. على طول هاخد الفواكه اللي عندي، هخلي شويه منها للجارنش، هنزل الباقي كله هون. التوت الاحمر بتاعنا، هنزل شوكولاته بيضة بتاعتي اهي، بعد كده اللبن، وزي ما قلت لكم في اي حاجه بنستعمل فيها شوكولاته رشه صغيره قوي من الملح عشان تبالانس الحلاوه او السويتنس بتاعته. هندي الكلام ده ضربه مع بعض كله. طيب انا اديتها فرصتها كده تتضرب شويه حلوين، لان احنا بنستعمل كل حاجه ساقعه، ما عنديش حاجه هتدوب الشوكولاته، فاحنا حرفيا بنكسر الشوكولاته وبنفرمها تبقى كده موجوده وعايمه في وسط الميكس، بتبقى حاجه لذيذه جدا. بس هناخد بس شويه وقت واحنا بنخلط، عشان احنا الاخر دي الحاجات دي مش هتدوب في بعض على قد ما هي هتتكسر وتتميكس كلها مع بعض. طيب خلاص عندي الكاسات بتاعتي، بحط الاول في البيس كده اي حاجه بقى بنكبس بيها كده تبقى متعقمه ومتنضفه كويس. هنضغط بس اهو، نعمل زي ما بنقول بوريه كده فريش تحت في البيس. نفس الفكرة لما بنحط السيرب، بس ده بيبقى حاجة بقى ايه فريش اكتر كده، تبقى ظريفة جدا. ده الكوكتيل بتاعنا اهو. حاجة هنزل بشوية التوت اللي فاضل عندي بالشكل. احنا فاضل لنا كده شاليمهاتنا الظريفة